كل حدب صوت متسابقين متنافسين لأداء الواد. وكيف لا وشيخنا محمود بيت الكرم وبيت الجود، وهو بين أهل القرآن سلام وعمود، وواجده بين القراء دائما مشهود. أيها الإخوة الكرام، وقد ارتقى منصة التلاوة الآن القارئ الشيخ نجل الذي قرأ، القارئ الشيخ عز السيد محمد علي راشد. وهذا العام كان الفائز الأول على العالم الإسلامي حكما ونغما وصوتا، وكان لنا به الفخر في مصر، وكان من أسعد الأيام يوم أن نلقاه بمطار القاهرة ومعه حفاوة من وزارة الأوقاف ومن الأزهر الشريف. يتفضل الآن فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد ليتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. Oh.
ما
والذين إذا كفر أباظم مركز الزقازيق. أثناء تلاوته شرفنا بالوالد الكريم الحاج محمد أبو عيسى والحاج عاطف، كما شرفنا أيضا بالأستاذ أمير الشبكي، وشرفنا بفضيلة القارئ الشيخ هاني الغرباوي. ونشكر أيضا مرة أخرى للوالد الكريم الحاج موسى المسلمي ونجله الشيخ محمد المسلمي نقابة السادة الأشراف والمقيمين بقرية العصائر.